السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا صف خامس؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. هيا بنا نتعرف على قصة ملك أسود. تهيئة. هل لديك طائر في البيت؟ ما هو؟ كيف يمكنك الحفاظ عليه؟ حدد 5 من أنواع الطيور المختلفة. الأهداف: أن يحلل المتعلم القصة من حيث الأساليب والتعبيرات، أن يبدي المتعلم رأيه في قرار النسر الحكيم. كان هناك نسر حكيم يحكم مملكة الطيور، وكانت الطيور تعيش في غابة واسعة تكثر فيها الأنهار وتكسوها الأشجار والأزهار. شعر النسر الحكيم بالمرض لأنه قد وهن وضعف جسمه وشاخ وهرم، وقرر أن يختار وزيرا من بين الطيور ممن يملك أفضل صفة على الإطلاق. تجمعت الطيور وكان كل منهم يحلم بأن يكون وزيرا، وكان النسر يلاحظهم من بعيد. قالت النعامة: أنا من سيختاره الحاكم وزيرا له، فمن منكم يملك سمات مميزة مثلي؟ إنني أكبر حجما وأكثر قوة، كما أن ريشي ناعم وجميل. غضب الببغاء لقولها وصرخ هائجا: إنك أيتها النعامة لا تصلحين أبدا لهذا المقام السامي، فأنت ثقيلة جدا ولا تستطيعين الطيران. فمن أفضل مني؟ ألا ترون أنني أتميز بألوان الزاهية المتناسقة؟ ووحدي من لديه موهبة تقليد الأصوات وترديد ما يسمعه من كلام الإنسان بسهولة. هذا هو معظم المفردات للتعرف على المفردات الجديدة. أجب على الأسئلة التالية: ما نوع القصة؟ أين كانت تعيش الطيور؟
أما كان يبحث النسر ولماذا؟ لماذا شعر الببغاء أن الملك سيختاره؟ الآن جاء وقت الأنشطة، عليك أن تختار نشاطاً واحداً وتجيب عليه. عليك أن تضغط على الرابط الذي أمامك وتجيب على الأسئلة.